35 بس مش عارف بقى بس. طب نحسبها ونقول لك نحسبها ونقول لك. فرحت و... طب ما نشوف التقرير. اه بالظبط هنعرف سنك. هو اللي يقول لنا. هنعرف سنك من التقرير. اتفضل. عبر تسديداته القوية على المرمى وأدائه الرجولي في وسط الملعب وانتمائه للكيان منذ اليوم الأول، زرع حبه في قلوب جماهير القلعة الحمراء واكتسب ثقتهم في المباريات الكبيرة. إنه نجم النادي الأهلي السابق المعتز بالله إينو. لم يكن المعتز غريبا على كرة القدم، فهو ابن نجم الكرة المصرية السابق إينو الكبير، أحد أبرز نجوم النادي المصري في عصره الذهبي، ومنه عشق المعتز كرة القدم وتعلم مبادئها. ولد المعتز بالله إينو في 8 أغسطس عام 1984، ولعب خلال مشواره لعدد من الأندية، لكنه كتب السطر الأهم من مسيرته داخل النادي الأهلي. تألق المعتز بالله إينو في مركز لاعب الوسط المدافع، وامتاز خلال مشواره الكروي بتسديداته القوية التي كانت تعرف الشباك جيداً. ورغم الأندية الكثيرة التي لعب لها، إلا أنه أكد مراراً وتكراراً أنه أهلاوي حتى النخاع، وأنه لم يعرف طريق الانتصارات والألقاب إلا بين جدران القلعة الحمراء، منذ انتقاله لصفوف النادي الأهلي في عام 2007. وعلى مدار 5 مواسم كان المعتز بالله إينو عنصراً مهماً دائماً في مباريات المارد الأحمر، وفاز مع الفريق 14 بطولة، منها لقب الدوري الممتاز في المواسم 5 كلها. ولذا دائما ما يردد اللاعب أن فترة تواجده في القلعة الحمراء كانت الأهم في مشواره مع كرة القدم. عقب اعتزاله اتجه إينو للعمل في مجال التدريب، وبدأ مشواره من بيته الكبير، حيث يعمل حاليا بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من أجل اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق حلمه في أن يصبح مدربا كبيرا.